السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا ظهر اليوم كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي مع الفرانكو الجزائرية، وهو يرتدي قبعة نادي مولودية الجزائر، وذلك قبل يوم زيارته للجزائر، حيث كشفت تقارير إعلامية يوم الجمعة الماضية إن نجم الاتحاد السعودي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما سيزور الجزائر في يوم الواحد من جوان بعد سنوات من الانتظار والتأجيل لرحلة زيارة بلد أجداده، وسط ترقب كبير من الجزائريين الذين تضامنوا مع أسطورة ريال مدريد في أحل فترته مشواره الكروي عندما تعرض للاستبعاد من منتخب فرنسا. وذكرت بعض المصادر المتطابقة التي تحدثت إلى وين وين أن برنامج زيارة نجم نادي اتحاد جدة السعودية سيكون تاريا تتخلله زيارة إلى محافظة الجاية والجزائر العاصمة ووهران، مع متابعة مباراة الجزائر وغينيا في تصفية مونديال 2026. وتعد محافظة بجاية هي مسقط رأس عائلة بنزيما، وهي ذات المحافظة التي تنحدر منها أصول أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، والذي زار الجزائر في وقت سابق قبل أن يتبعه الآن بنزيما في انتظار الفرنسي الآخر وصاحب الأصول الجزائرية أيضا كيليان مبابي المنتظر أن يزور الجزائر في جويلية المقبلة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.